الست روان، روان أبو زيادة، عندها 29 سنة. الست روان من رام الله، رام الله الجميلة. أنا بحب رام الله جدا. التجربة لما عشت في أماكن مختلفة، يعني قلت لما هعيش في فلسطين وأشوف اللي بيحصل فيها يبقى أنا مش هقعد غير في رام الله، ألف وأروح مطرح ما أنتوا عايزين، بس أنا أنام كل يوم في رام الله. هوائها وسماحتها واستقبالها للناس. ست روان كانت بتفتقد رام الله، رام الله بيتها وبلدها. هي كانت وحشاها رام الله لأنها شافتها لأول مرة بعد كام سنة، بعد حوالي 9 سنين، بعد حوالي 9 سنين في السجن الإسرائيلي. اتحكم عليها في 2015 وفضلت جوه السجن وخدت 11 تأجيل، 11 تأجيل. خرجت بيتهيألي إذا ما كنتش أنا غلطان، وهي هتصحح لي لو هي سامعاني يعني دلوقتي، بيتهيألي إن هي خرجت في الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية، مش متأكد، بس هي موجودة معانا وأنا سعيد وفخور إن أنا هبقى بسمع صوتها. صوت ما بعد الأسر، صوت روان أبو زيادة اللي يعني إيه شمت هواء الحرية في رام الله مرة تانية. إزاي حضرتك يا ست روان؟ أهلا فيك، الله يسعدك يا رب، يسعد مساك. ربنا يخليكي. إزايك أولا؟ منيحة تمام. بتنامي أحسن دلوقتي؟ الحمد لله، أكيد يعني أحسن بكتير. أحسن بكتير. احنا كنا بنحاول ان احنا نبقى شايفينك صوت وصوره، بس احنا الاتصالات وحشه بقى، فقلنا ايه نسمع صوتك يعني. الله يسعدك يا رب. هو للاسف احنا عندنا النت ضعيف، فهذه المشكله مش معكم كمان، مع قنوات ثانيه كمان، حتى مفهوم. ما قدرنا والله، حاولنا اكثر من مره. روان انت اتقبض عليكي وانت لسه شابه صغيره طبعا يعني، بس انت اتقبض عليكي وانت شابه اصغر، وانت عندك 20 سنه. 21 سنه دلوقتي، وانت قاعدة في البيت مع الأسرة، بتفتكري اللحظات السنين اللي فاتت دي ازاي؟ عيد السؤال كمان مرة سمحت. دلوقتي وانت قاعدة في البيت مع عيلتك، بتفتكري لحظات السجن والأسر دي ازاي؟ يعني صراحة أول ما خلاص دخلت البيت وكنت في حضن أهلي وفي حضن أمي وأبوي وأختي وخواتي، صراحة خلاص نسيت كل السجن، و خلص مجرد ما انت تكون بحضن اهلك بتنسى كل المعاناه اللي حتى لو كانت سنوات طويله بتنساها في نفس اللحظه. هي تجربه صعبه كانت يعني، اكيد راح تظل عالقه في ذهني، لكن انت خلص في فرحتك وانت موجود بين اهلك بتنسى كل شيء. انت كان مسموح لك بالزيارات؟ كان اهلك يقدروا يزوروكي في السجن؟ كل زياره كل شهر مره، في شهر مره واحده فقط، وكانت من خلف زجاج يعني، وعن طريق التليفون كنا نحكي معهم. من خلال الإزاز وعن طريق التليفون. صحيح. مين اللي بلغك ان انتوا خلاص انتي خارجه في انتي كنتي في الدفعه الاولى، في المجموعه الاولى، غلطان ولا صح؟ صحيح، في الدفعه الاولى. ازاي تم ابلاغك؟ هسه احنا كنا سمعنا عن ان في صفقه عن طريق الراديو، يعني راح تكون في صفقه. بس ما كنت بعرف ان انا راح اروح فيها، لان احنا كان عددنا 86 اسيره وكان الاعلان فقط عن 34 اسيره. فما كنا بنعرف بالضبط مين هي الاسماء اللي راح تطلع يعني، بس تم ابلاغنا قبل بخمس دقائق من خروجنا من القسم ان اسمنا انت راح تروحي خلال خمس دقائق تكوني جاهزه. فقط قبل خمس دقائق عرفت ان مثلا اسمي انا طالعه، وحتى الاسيرات عرفوا كلهم قبل خمس دقائق. كان بيتقال انه انتوا خدتوا تعليمات بتحذركم من الاحتفال باي شكل من الاشكال، وان انتوا لو خرجتوا واحتفلتوا وتصورتوا من الممكن ان هم يرجعوكوا تاني، هل ده صحيح؟ صحيح. احنا في السجن هددونا، كانوا ضباط من الشباك هددونا، حكونا ممنوع اي اجواء احتفاليه بالمره، ايش من كانت اجواء الاحتفاليه ممنوعه وراح يرجعونا على السجن. وكذلك الامر توجهت هذه التهديدات لعائلتي، نفس الشيء، ممنوع يكون اي اجواء احتفاليه ولا بيتم اعتقالي واعتقال اعتقال الاهل. روان عندك كم اخ واخت؟ عندي 6 خوات و5 اخوه. 6 اخوات و5 اخوه، ربنا يزيد ويبارك ويخليهم لك وتبقوا سعداء مع بعض. الله يسعدك يا ربي. قاعدين مع بعض ليل نهار بقى دلوقتي؟
هسا قبل اكون هسا معكم كنت قاعد معهم، كانوا يعني هيك عاملين جمع يعني، وقاعدين بنحكي وما كنت مبسوطين، وكنا هيك كانوا حاطين فواكه، كنا بناكل في برتقال يعني بجوافة، يعني صار لي 8 سنين ونص تقريبا ما اكلتهم. ايوه الوالده هتغذيكي كويس بقى. وبعدين انتوا اكلكوا يعني، يعني اكلكوا ده من اطعم الاكل اللي ممكن الواحد ياكله في حياته. صحيحة. منوره بيتك وبلدك. الله يسعدك يا رب. والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. وتبوسي ست الطيبه اللي قاعده، كنت لسه بنبص على الصوره، ست والدتك كده تبوسي راسها بالنيابه عنها. أكيد إن شاء الله، الله يسعدك يا ربي. ربنا يسعدك ويهنيكي ويحفظك دايما، أنتي وكل إخواتك وكل أهلك وبلدك.